تنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء في الطعون التي قدمتها جبهة البوليزاريو ضد قرار المجلس الأوروبي القاضي بتمديد نطاق تطبيق اتفاقيات الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية. وكانت جبهة البوليزاريو قد تقدمت في 2019 بطعون ضد تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل إقليم الصحراء الغربية. معركة قضائية جديدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث ستنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء في الطعون التي قدمتها الجبهة ضد قرار المجلس الأوروبي حول اتفاق الشراكة مع المغرب. وعلى مدى يومين ستنظر المحكمة الأوروبية في الاعتراض الذي قدمته جبهة البوليساريو حول تمديد نطاق تطبيق اتفاقية الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الصحراء الغربية. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها في الأشهر القادمة ردا على طعن جبهة البوليساريو الذي قدمته للمحكمة الأوروبية في أبريل 2019. وتتهم جبهة البوليساريو المغرب بما تصفه بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لا سيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبي. وتسعى البوليساريو إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة بحجة غياب سيادة المغرب على الإقليم وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في ديسمبر 2016 قراراً يقضي بأن اتفاق الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية. وأكدت المحكمة آنذاك على ما وصفته بالوضع المنفصل والمختلف لهذا الإقليم المدرج منذ سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة. وفي 2018 قضت المحكمة ذاتها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة. وتتهم البوليساريو البرلمان الأوروبي بالالتفاف على ما خلصت إليه المحكمة الأوروبية من خلال اعتماده في يناير 2019 نصاً يوسع إلى الصحراء الغربية الرسوم الجمركية التفضيلية بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وحسب دراسة للمفوضية الأوروبية نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية وخاصة من الأسماك بما قيمته 435 مليون يورو في 2019. ينضم لنا من بروكسل عبر سكايب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحجوب مليحة. ومن الرباط ينضم إلينا مباشرة رئيس تحرير صحيفة مغارب اليومية والباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مصطفى البحر. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد مصطفى، ألا تعتقد بأن النظر في هذه القضية الآن أمام المحاكم الأوروبية قد يخصم ليس على الجانب الاقتصادي فقط وإنما سياسيا من رصيد المغرب لدى المحيط الأوروبي أو الفضاء الأوروبي؟ مساء الخير، تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الحرة. أولا يمكن القول أن هذه الضجة الإعلامية المجسورة بما يعرف بالمتن القضائي لا أساس لها ولا أثر لها سياسي أو قانوني بخصوص المملكة المغربية لسبب بسيط، لأن القرار الاستئنافي للمحكمة الأوروبية لسنة 2018 أقر بأن البوليساريو طرف سياسي، وهذه الصفة ليست قانونية لتمنح التمثيلية لجبهة البوليساريو لما يعرف بالشعب الصحراوي أو لساكن الصحراء. والقاعدة القانونية تتنافى مع ما أقرته القرارات الاستئنافية للمحكمة الأوروبية، على اعتبار أن البوليساريو كما سبق هو طرف سياسي وليس كيان أو دولة حتى يتسنى له الدفاع أو مقاضاة المملكة المغربية بخصوص
الثروات ومعروف بالاتفاقيات البحريه و طيب دعني امسك بهذه النقطه. اسال سيد محجوب مليحه من بروكسل. سيد محجوب، البوليزاريو يقول ضيفي من الرباط ليست دوله او سلطه قائمه تسيطر على هذه المناطق حتى يكون بامكانها ان تقدم طعنا. هو قضايا المقدمه لدى محكمه العدل الاوروبيه مقدمه منذ سنوات، وهذا ليس الا يعني محطه من محطات عديده اصدرت فيها محكمه العدل الاوروبيه احكامها بخصوص قضايا تقدمت بها جبهه البوليساريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي. والنظر يعني في هذه القضيه غدا على مستوى المحكمه ليس الا يعني النظر في الطعن الذي تقدمت به جبهه البوليساريو نيابه عن الشعب الصحراوي كممثل شرعي ووحيد لهذه المحكمه، للنظر في يعني ما تقدم به الاتحاد الاوروبي والمغرب بما يسمى تمديد الاتفاق ليشمل الاراضي المحتله من والمياه الاقليميه للصحراء الغربيه المحتله. هذا الضم او هذا التمديد في اساسه يعني هو طعم للمملكة المغربية قد لا تكون يعني مدركة لمدى خطورة هذا التمديد بوجهة نظر مغربية في آنذاك. التمديد يعني بشكل ضمني اعتراف المغرب بعدم سيادته على الصحراء الغربية وتوقيع على الاتفاق الذي يمتد ليشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية والمواد المنهوبة من الصحراء الغربية. يعني هذا التمديد يأتي في إطار يعني اتفاق ينص صراحة على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن فهم هذا التمديد بأنه اعتراف بأي شكل من الأشكال بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. من جهة أخرى ما يمكن تحقيقه من محكمة العدل الأوروبية فقد تم تحقيقه. هناك قرارات أساسية استصدرتها القرارات السابقة وأولها نفي السيادة المغربية على الصحراء الغربية. طيب سأعود إليك يعني سيد محجوب، سأعود إليك. دعني أسأل سيد مصطفى هنا. سيد مصطفى، كأن المغرب والذي اليوم مثلا حدد بشدة علاقاته مع ألمانيا القائدة الأولى أوروبيا وفق توصيفات الأوروبيين أنفسهم، كأنه لا يخرج من أزمة مع الاتحاد الأوروبي إلا ليدخل في أخرى. قضية الثروات الموجودة في أقاليم الصحراء الغربية ليست جديدة، والمغرب أكثر من مرة حاول توقيع على اتفاقيات دولية فيها وأعاقه هذا الجانب. صحيح، دعني أولا أصحح بعض المغالطات. أولا، المملكة المغربية ليست دولة أوروبية لتخضع للقانون الأوروبي، وبالتالي أننا نعلم جيدا الخلفية الحقيقية والخلفية السياسية لهذه الضجة القضائية التي تتقاطع مع بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي، ومعروف الأطراف الأوروبية التي تتقاطع مع أهداف البوليزاريو، وهذه الأطراف يعني شئنا أو أبينا تعودنا على واحد نوع من الابتزازات. هذا نوع من الابتزاز السياسي لا أقل ولا أكثر. الأوروبيين جميع الدول 27 دولة تعلم جيدا أن المغرب يدير الأقاليم الجنوبية بشكل رسمي. ما يتحدث عنه الأخ من بروكسل هو ضرب من ضرب الخيال، سيد لا يعرف الواقع، يتحدث بلغة الشوفينية. سيد يدرك أن المملكة المغربية وقعت على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي أجبر على القبول بكل المقترحات المغربية بشأن اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة وكل منتوجات المحيط الأطلسي وبالتالي إذا نظرنا إلى هذه العملية بما فيها القرار الأخير ديال المملكة المغربية بخصوص تجميد علاقة مع ألمانيا، شيء طبيعي أن المملكة كل ما اقترب هذه المواعيد بما فيها شهر أبريل المقبل نيسان، معروف الأطراف التي تقوم بابتزاز المغرب
بورقة سيد البحري، بورقة الهجرة السرية، بورقة المخدرات، معروف هذه الأطراف التي اعتدت على ممارسة الابتزاز السياسي باسم المملكة المغربية. وبلا أن أؤكد أن القرارات الأوروبية الاتحاد الأوروبي واضحة في هذا الشأن. طيب. والمملكة المغربية لما تم تجديد الاتفاق لقد لائمت جميع القرارات والاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس احترام كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان. سأعود إليك سيد مصطفى إن سمح الوقت. سيد محجوب، ضيفي أعتقد بأن ما تفضلتم به للتو فيه الكثير من الخيال أكثر من الواقع، وعمليا يتساءل كثيرون ما هي الأوراق التي بيد البوليساريو إذا هي فعليا ليست سلطة قائمة في الأقاليم الصحراوية بإمكانها أن تفرض وتتفاوض، وكل ما بيدها هو من حين إلى آخر دعوات ترفع هنا وهناك، وأغلب هذه الدعوات لم تلقى قبولا، لم تحقق نتيجة تذكر. أولا، هل نحن يعني بصدد استعمال منطق قانون القوة أم منطق قوة القانون؟ ما لدى الشعب الصحراوي هو شرعية قضيته، حقه في تقرير المصير والاستقلال وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وهذه ثوابت من الحقوق الأساسية الغير متغيرة. بالنسبة لي قرارات محكمة العدل الأوروبية يعني أو الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية فتنص صراحة على أنها لا تعد بأي شكل من الأشكال اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهذا هذا هذا مبدأ أساسي يعني جاء بعد يعني أن يعني قررت محكمة العدل الأوروبية بعدم جدوى وعدم إمكانية تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية، كما لم يتم إدراج هذا الإقليم. ماذا بيد البوليساريو من أوراق؟ ما بيد الأوراق هي قوة القانون وعدالة، كما قلت في بداية الكلام هو عدالة القضية وأن الثقة في القانون الدولي والحق الأساسي للشعوب في تقرير مصيرها، اللي يعني المحكمة الأوروبية لن تغير هذا المبدأ ولن تنحاز يعني عن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، ولن تنحاز عن أحكامها القضائية السابقة، في حين يعني أحد بنود الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كان احترام مبادئ حقوق الإنسان، والآن نشهد بعد خرق وقف إطلاق النار حصار على المنطقة، وبالمناسبة يعني التضامن مع الرفيقة يعني سلطانة خية وأعضاء مكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراوي عن حقوق الإنسان كوديصة المحاصرين بمنزل الأخت سلطانة في مدينة بوجدور المحتلة ليزيد من 100 يوم، والمعتقلين السياسيين معتقل محمد لمين هدي الذي خوض إضراب عن الطعام تجاوز 48 يوم، ويعني واقع الاحتلال وتغيير الديموغرافي للإقليم المستمر وفرض سياسة الولاء المفروض. المحجوب مليحة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتجمع المدافعين الصحراويين عن عدالة الإنسان. قضية الشعب الصحراوي ضيفنا من بروكسل، أعتذر منك ضائقا الوقت، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك من الرباط رئيس صحيفة مغاربي اليومية الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مصطفى البحر.